إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي زدني علما وارزقني فهما يا الله ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق أهدني إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره as it will is in the state of hands for the